في إطار محاربة الجريمة السيبرانية عبر إقليم الاختصاص، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرجو عريريج من معالجة قضية متعلقة بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي تورط فيها شخصين مشتبه فيهما. العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببرجو عريريج، مفادها وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام أصحابها بنصب الاحتيال على عدة ضحايا من مختلف ولايات الوطن عن طريق إهامهم بأنها وكالة سياحية تعرض عدة خدمات لتخفيضات مورية وتقوم بسلبهم مبالغ مالية معتبرة مقابل بيعهم تذاكر إلكترونية مزورة. على إثرها وبعد تكثيف التحريات تم التعرف على مسيري الصفحتين مع توقيف المشتبه فيه الأول من جنس أنثى، فيما لا يزال زوجها المشتبه فيه الثاني في حالة فرار. العملية مكنت من حجز جهاز إعلام آلي مبلغ مالي معتبر من عائدات نصب الاحتيال، بطاقات بريدية وبنكية إلكترونية ووصولات الدفع. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصة. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.